طبيعة الحال مثل ما ذكرت، يعني الآن لو أردت أن أقسم الحسد من حيث العموم نقول على نوعين: حسد مذموم وحسد محمود. الحسد المحمود ما هو؟ الغبطة، أنك تكون مثل هذا الذي أنعم الله عليه أو أفضل منه، ما في بأس، مثل ما ضربت لكم أمثلة قبل قليل، تكون مثل أو أفضل منه من دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. في مسائل الدنيا كره بعض العلماء ذلك، يعني أن تتمنى يكون عندك مثلا سيارة مثل سيارة فلان أو أحسن منه، من دون تمني زوال نعمة السيارة عنه. بعض العلماء كرهها، قالوا أن هذا سيفتح على الإنسان باب خطير ولن ينتهي. تتمنى أن تكون عندك مثل فلة فلان ومثل قصر فلان أو أفضل منه، بعض العلماء يقول هذا لا بأس به، ومن أهل العلم من كره ذلك حتى لا يفتح الإنسان على نفسه هذا الباب. هذا ما يسمى بالغبطة، وفي الغالب الغبطة اللي يذكرها العلماء في أبواب الخير، في مثل ما جاء في الحديث: رجل حفظ القرآن، قرأ القرآن، ورجل ينفق ويتصدق في سبيل الله. الحسد المذموم هذا والعياذ بالله هو الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من أعظم الآثام، وكما ذكرت لكم هو أيضا درجات ومراتب.